عالية ويعرف يتعامل مع الأزمة. هو حل فني؟ ليس اللاعب رقم واحد في الهجوم الاتحادي أوكي. ولا اللاعب رقم اثنين. طيب صالح فنيا ايش ممكن يفيد ناصر؟ لا ناصر انا اعتقد انه بيفيد الاتحاد. انا هذا توقعي بصراحة. لاعب اول شيء عنده لاعب خبرة صح. لاعب مع اندية تحت ضغط جماهير، انت تتكلم على الهلال وعنده رغبة، واللاعب الان يبغى برضه شوف ترى في حافز احيانا اللاعب اذا انتقل من نادي لنادي اوكي في ظروف معينة وده يثبت للنادي الآخر اللي إن أنا صفقة ناجحة، يعني زي الشباب فرضا أنا يبغى يقول ترى أنا كويس يا ناصر الشمراني. ولا تنسى هذه فرصة تاريخية للاعب ناصر الشمراني في هذا العمر بالضبط بصراحة إنه يختم حياته في نادي زي الاتحاد. إيه أنا من وجهة نظري مدرب الفريق ناصر من ناحية الاتحاد ها مدرب ناصر الشمراني زي ما قال عبد الله صح فرصة له يعني انت لو بعدين بقول لك يلعب للشباب والاتحاد والهلال. حسين معلش لكن انظر للاتحاد أنا كإدارة من هو أكثر جاهزين للناس. أنا الآن أنا كإدارة الاتحاد في ظل هالوضعية بصراحة ولاعب متاح لي ولاعب يعني على الأقل نرى أنه بيخدمني لاعب متاح. هذا الظروف ما له من إدارة الاتحاد. بالضبط. لاعب عنده خبرة كبيرة. لا فرصة فنية. ناصر الشمراني غالب دور حيكون حلقة الملعب. وصل. الاتحاد يحتاج واحد مثل ناصر الشمراني. حيكون حلقة وصل ما بين اللاعبين وما بين الإدارة. مع أحداث المباريات ناصر ممكن في ظل انه لاعب متاح ترى متاح هذا بتفرق كثير بالاتحاد ابو خالد احيانا يعني في ادارات الشتويه ما يمنع يكون موجود معنا لاعب مثل ناصر الشمراني. متفق تماما. ناصر الشمراني ربما في اوقات صعبه جدا قد يظهر. متفق تماما. لان في ضغط انا شك انه يخدمك خارج الملعب ناصر. طبعا يخدمك احيانا خارج الملعب. ناصر ما خدمك وسط الملعب لن يخدمك خارج الملعب. لا ناصر الان